تحية طيبة نقدمها لكم أعزائي مشاهدين تلفزيون دولة الكويت القناة الرياضية أينما كنتم، ونرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا دورات رمضانية. مثل ما عودناكم مشاهدينا وطوال الشهر الفضيل بنكون معاكم نغطي بعض الدورات الرياضية. خلكم معنا نتعرف على دورات اليوم بس بعد الفاصل. ضمن منافسات البطولات الرمضانية وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الأمة السيد أحمد خليفة الشحومي، انطلقت بطولة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية لكرة القدم في نسختها الخامسة على التوالي، والمقامة على ملعب أحمد خليفة الشحومي في منطقة سلوى. ومن ضمن المباريات المثيرة في دور الأربعة في البطولة، تواجه فريق المرحوم عبدالله الحسيني مع فريق فيغور، وانتهت المواجهة بفوز فريق الحسيني بهدف وحيد وليضرب موعداً في النهائي. كما التقى ضمن المنافسات الأخيرة بدور الأربعة فريق ديوانية تمشاري العازمي مع فريق أبناء صليبخات، وانتهت بفوز فريق ديوانية تمشاري العازمي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وليضرب أيضاً موعداً في النهائي أمام فريق المرحوم عبدالله الحسيني. وكانت هذه أبرز مباريات اليوم من بطولة أحمد الشحومي الرمضانية لكرة القدم. خليفة محمد الشحومي مدير اللجنة المنظمة لبطولة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة. أول شيء مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعتكم، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، عساكم يا رب من عوادم. السنة هذه نفس ما بلشنا من أول لقاء قلنا أن السنة هذه راح تكون سنة استثنائية غير مسبوقة. اليوم اللي قبله الأخير، وأقول لكم الحمد لله أمس دخلنا العالمية، كانت مباراة أمس مباراة استعراضية بين كاكا وريفالدو وأعضاء مجلس الأمة، يمثلهم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأحمد خليفة الشحومي نائب رئيس مجلس الأمة وجزء من الأعضاء، وايضا لعب معاهم لاعبين منتخب الكويت السابقين مثل محمد شراغ، نواف الخالدي، يعني مجموعه اخرى من اللاعبين السابقين لمنتخب الكويت. كانت مباراه جميله استعراضيه، وكما قلنا من اول يوم ان السنه هذه راح تكون سنه استثنائيه. كانت اول يوم او ثاني يوم من البطوله كانت عندي مباراه استعراضيه بعد لنادي الطموح الكويتي. نادي الطموح هم نادي من ذوي الهمم، احنا دائما بالبطوله نتشرف ونعتز بتواجدهم معنا، وهذه كانت السنه الاولى تواجدهم معنا، وان شاء الله السنين القادمه راح تكون عندي اكثر من مباراه استعراضيه لنادي الطموح وغير نادي الطموح ان شاء الله. اما بخصوص المباراه العالميه ودي صراحه اتكلم فيها اكثر، لان كانت مباراه مختلفه تماما، ونفس ما قلنا دخلنا العالميه. المباراه الاستعراضيه اللي امس كانت بين النواب وبين بين اللاعبين السابقين، لاعبين كرة قدم منتخب الكويت السابق، وايضا لاعبين الاجانب مثل ما قلنا كاكا وريفالدو. كانت مباراة مختلفة تماما، حضور جمهوري لافت، كان ما شاء الله الملعب بالكامل يعني منترس، زائد خارج الملعب دبل اللي داخل الملعب، فالحمد لله كانت مباراة جدا جميلة. اليوم كان عندي ايضا فعالية تنضاف لبطولة احمد خليفة الشحومي. اليوم قلنا يوم من ايام قرقيعان، ونبي احنا الشعب كله يستانس، نبي اللي يدخل الملعب هذا ويطلع من الملعب هذا مستمتع. فالحمد لله اليوم سوينا فعالية قرقيعان هني داخل دورة احمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة، وكانت يعني جميلة، وحاولنا ان نسعد جميع الاطفال الموجودين الصغار والكبار، والحمد لله كانت جدا ممتازة، وكان الملعب ما شاء الله ايضا مفول. باكر من غير شر اللي هو اليوم الخميس اللي هو ان شاء الله تاريخ 6/4 راح تكون مباراة نهائية في دورة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة. راح تكون مباراة أيضا فيها مباراة استعراضية استثنائية، دائما احنا نقول أن خليجنا واحد، وباتر راح يمثل كلمة خليجنا واحد بمعنى الكلمة، ماخذين إن شاء الله باتر راح يشارك فيها المباراة ثلاثة من منتخب ستة من منتخب الكويت السابقين، لاعبين منتخب الكويت السابقين، ثلاث لاعبين من منتخب الإمارات السابقين، ثلاث لاعبين من منتخب قطر السابقين، ثلاث لاعبين من منتخب السعودية السابقين، أيضا ثلاث لاعبين من منتخب البحرين السابقين، أي مجمعين إن شاء الله الخليج، وهذه رسالة لنوضح أن خليجنا واحد، روحنا وحدة، قلبنا واحد. فإن شاء الله بإذن الله راح تكون مباراة استعراضية جميلة. أيضا باكر راح تكون منافسة بين
الثالث والرابع والثاني والاول. ودي انبه ويعني احط ملاحظات ان باكر راح تكون عندي جوائز قيمه للجمهور، يعني مثل عندي جلاكسيات وايفون وتلفزيونات وبلاي ستيشن راح توزع على الجمهور. نبيك تدخل مستانس وتطلع مستانس، وصدقني ما راح تشوف الا يسرك. رابطه جمهوريه متواجده معنا بشكل يومي، وباكر بالختام راح تكون رابطه موجوده ان شاء الله. ايضا متواجدين باكر لاعبين نفس ما قلت سابقين، راح يكون سعيد عويران لاعب منتخب السعوديه السابق فودي اذكر الاسم. ايضا راح يكون موجود لاعب الامارات احمد خليل، فيصل خليل عفوا، لاعب منتخب الامارات السابق راح يكون ايضا متواجد معنا. راح يكون متواجد معنا بشار عبد الله لاعب منتخب الكويت السابق. راح يكون لاعبين يعني لهم تاريخهم لهم اسمهم، فتواجدكم يشرفنا، تواجدكم بالنسبه لنا فخر، تواجدكم بالنسبه لنا سعاده. اهلا وسهلا بالجميع، وقواكم الله تلفزيون قناه ثالثه اللي دائما وابدا متواجدين معنا داخل الملعب لتغطيه البطوله. وانتم الله يحفظكم ويجزاكم خير دائما بخدمه الشعب، ربي يعزكم. أخوكم سالم الصميعي لاعب فريق المرحوم عبد الله حسيني بدورة نائب أحمد الشحومي. اليوم لعبنا مباراة دور الثمانية، استطعنا فيها الفوز بنتيجة 2-0. كانت مجات مباراة، طبيعي أن فريق اللي جاي فريق ما هو سهل، فريق قوي. قدرنا بداية المباراة أن نسيطر على المباراة ونسجل بالشوط الأول هدفين، حافظنا على الهدفين بالشوط الثاني. انت دام تدش الشوط الثاني ومسجل هدفين بالشوط الاول، طبيعي تبي تحافظ على الكره على اكثر وقت ممكن. قدرنا نسيطر على الكره، قدرنا ننقل الكره، هالشيء اعطانا الافضليه ان نستمر بهذه النتيجه لنهايه المباراه. الحمد لله هذه عقبكم توفيق من ربك. ان شاء الله راح نلعب قبل النهائي الساعه 10:55. نتمنى من جمهور الخاص بدورة النائب أحمد شحومي الحضور للمباراة، مباراة قوية أكيد قبل النهائي، ما وصلوا هالفرق إلا بعد تعب يمكن 5 أو 6 مباريات. نتمنى حضورهم وتشجيعهم ودعمهم لهذه الدورة. اليوم دورة النائب أحمد شحومي من أفضل الدورات الرمضانية اللي الواحد كل سنة يطمح إنه يلعب فيها، وقاعد نشوف كل سنة من تطور لتطور من ناحية الفرق، من ناحية التنظيم، من ناحية استدعاء الحكام الكويتيين على مستوى عالي، من حيث الجوائز ككل دورة ناجحة على قولتهم يعني كامل المقاييس. نتمنى استمرارها للسنين القادمة. طبعا دورة النائب أحمد الشحومي تعتبر من أفضل الدورات الرمضانية، نتمنى اقوتهم التوفيق في هذه الدوره، خاصه ان الدوره محببه لنا كون كل سنه نوصل لادوار النهائيه سواء قبل النهائي او النهائي، واستطعنا بمناسبتين ان ناخذ الدوره. فان شاء الله نعيد تكرار هذا الانجاز هالسنه، وباذن الله راح تشوفون باكر بالنهائي، شيء يسركم باذن الله.
اول شيء البطوله بطوله الشحومي ما شاء الله يعني من اقوى الدورات الموجوده في الكويت في رمضان، من احلى الدورات، تنافس وروح رياضيه عاليه. طبعا احنا انتصرنا قبل شوي بدور الثمانيه، وسع لنا مباراه في دور الاربعه. طبعا بطوله ما شاء الله قويه، يعني حتى 32 فريق من اول مباراه لاخر مباراه، كل الافرقه صعبه، وان شاء الله يعني فريق وصل دور اربعه نطمح لللقب اكيد، وبالتوفيق لنا ولجميع الافرقه المنافسه. طبعا فريقنا ابناء الصبخات ما شاء الله، يعني لاعبين متمرسين وبيلعبوا جميع الدورات بنفس الفريق، والحمد لله قدرنا نوصل دور الاربعه، وان شاء الله على النهائي ان شاء الله نقدر نحرز اللقب. طبعا فريق ابناء الصبخات كلهم اولاد عم وقرائب، يعني من الصغر بيلعبوا مع بعض. طبعا يعني زي معروف زي اي دوره او اي بطوله دائما تبلش الصعوبه من دور الثمانيه، يعني من دور الثمانيه تقريبا كل مباراه في مباراه بطوله، كل افريقيا صعبه وكل افريقيا ما شاء الله عليهم لاعبين متمرسين، وان شاء الله يعني ان شاء الله باذن رب العالمين نقدر نطلع في اللقب. صراحه اصعب مباراه كانت مباراه دور الثمانيه، ركلات ترجيح، اول مباراه بنلعب ركلات ترجيح، والحمد لله رب العالمين بتوفيق رب العالمين قدرنا نفوز ونصعد لنص النهائي. طبعا كل الشكر لقناة الكويت الرياضية اللي ما قصرت من اول البطولة في جميع يعني في كل الدورات، قاعد اصادف القناة، جهد عالي لكم جميعا ورمضان كريم على جميع المشاهدين. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. اختتمت منافسات بطولة الكويت الرمضانية للإسكواش الثانية بمجمع الاتحاد الكويتي للإسكواش وتحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، وبمشاركة 114 لاعباً ولاعبة بنظام خروج المغلوب، وعلى مدار 6 أيام من الأول من إبريل إلى السادس من إبريل 2023. وشهد اليوم الختامي حضور جماهيري كبير من عشاق ومحبين اللعبة. وفي فئة السيدات حصلت على المركز الأول في اللعبة عائشة الحمد بعد تغلبها على منافستها بنتيجة 3-0. وفي فئة الهواة حصل على المركز الأول فيصل الجسار بعد فوزه بنتيجة 3-0. وفي فئة المحترفين حقق اللاعب المخضرم عبدالله المزين المركز الأول بعد تغلبه على منافسه بنتيجة 3-0. السلام عليكم، معكم محمد الإبراهيم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الكويت الرمضانية المفتوحة للسكواش بنسختها الثانية. طبعا اليوم احنا في حفل الختام وراح نشهد المباريات النهائية لهذه البطولة. طبعا البطولة تتضمن على 3 فئات، الفئة النسائية وفئة الهواة للرجال وفئة المحترفين للرجال. عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين في هذه البطولة 114 لاعب ولاعبة، اليوم وصلوا منهم 6 إلى النهائيات، عبارة عن لاعبين ولاعبتين في كل فئة، وبإذن الله راح نشهد مباريات حلوة حماسية. طبعا احنا دائما نحرص على إقامة مثل هذه الفعاليات، نشجع الرياضة، نشجع الشباب خصوصا في الأجواء الرمضانية الجميلة، ونحب نشكر تلفزيون الكويت القناة الثالثة على تغطيتهم، ونحب نشكر جميع الرعاة، ونتمنى من الكل انه يستمتع في المباراة، وبالتوفيق لجميع اللاعبين. شكرا.
عليكم، معكم خديجة بعباس لاعبة الكويت للسكواش، وشاركت في بطولة الجاز إيفنت الثانية الرمضانية، والحمد لله في هذا الموسم وصلت السيمي فاينل. طبعا المنافسة كانت جدا قوية مع لاعبات لهم خبرة وكبار في هذا المجال، ونشكر الجاز إيفنت على هذه البطولة، ونتمنى صراحة أن يكون في بطولات رمضانية أكثر وبطولات على مدار السنة من الشركات. بالنسبة للبطولات الرمضانية هي جدا مفيدة للاحتكاك حقنا كلاعبات، تزيد من عندنا المنافسة وتزيد من عندنا الخبرة، خصوصا أن برمضان يكون لها طعم غير بعد الفطور. البطولة بلشت يوم السبت، كان في منافسة جدا قوية بالدور الأول والثاني والكوارتر فاينلز، أمس كان السيمي فاينل، واليوم إن شاء الله الفاينل، فاليوم إن شاء الله اليوم الأخير، ونتمنى التوفيق لجميع الفاينلست بهالبطولة. بالنسبة حق المشاركات إن شاء الله أتطلع أن أشارك في بطولات للـ PSA السيدات المحترفين، وإن شاء الله السنة الجاية بطولات الموسم، وأكيد بإذن الله البطولة الرمضانية الجاية راح نشارك ونوصل مراكز أعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، انا برحب بكم النهارده في الاتحاد الكويتي للسكواش. النهارده ختام بطوله الدوره الرمضانيه للسكواش التي اقيمت خلال الاسبوع اللي طاف. الاسبوع اللي طاف كان فعلا اسبوع يعني كان قوي جدا بالمباريات، وكان مليء بالحماس، وكان المنظمين فيه تعبوا جدا، وحتى انتم في تغطياتكم معانا كانت رائعه. النهارده اخر يوم، وان شاء الله تكمل البطوله بتنظيمها الناجح على خير. يعني زي ما توقعت في اول البطوله، كان انا قلت ان دايما اللاعبين هم اللي هي لاعبين المنتخب ولاعبين الكويت هم اللي هيوصلوا الادوار النهائيه، وفعلا ده حصل بالفعل. النهارده هنشوف علي رمزي هيلعب مع عبد الله المزين في نهائي مميز جدا ما بين بطلين، يعني دي المره 50 تقريبا يلعبوا مع بعض فيها في نهائي بطوله زي النهارده، خصوصا كمان ان هم لسه مخلصين من بطوله اسيا اللي فاتت، وكانوا هم زمايل في نفس الفريق، وحققنا نتيجه جميله جدا في كوريا الجنوبيه لما لعبنا في بطوله اسيا اللي فاتت، وحققنا المركز الثاني مع اننا كنا مصنفين بعيد شويه، بس رجعنا بانجاز كبير جدا. انا كنت سعيد جدا ان انا اكون موجود معاهم في الانجاز ده، ومن احلى البطولات اللي لعبناها النهارده. خلينا بس في بطولتنا النهارده، فانا فخور جدا بالتنظيم النهارده، وزي ما انتم شايفين انا لابس زي الكويتي اللي انا فخور ان انا البسه النهارده في اجواء رمضانيه اكنها اجواء عائله. الحمد لله كان تنظيم رائع زي ما انا قلت. كمان هنتكلم على تنظيم البطوله النسائيه. البطوله النسائيه كانت اكثر من رائعه، خصوصا ان شاركت فيها كل بطولات الكويت. الرحمن الرحيم، نرحب فيكم في قناة رياضية من دولة الكويت. اليوم هو اليوم الختامي للبطولة الرمضانية الثانية في دولة الكويت على المستوى دولة الكويت ومحبين هذه الرياضة. طبعا راح يكون هناك ثلاث لقاءات في هذا اليوم.
راح يبتدي في بطولة السيدات اللي هي المركز الأول والثاني، والمباراة الثانية راح تكون للهواة اللي شارك فيها تقريبا 64 لاعب وشارك وصلوا للنهائي لاعبين اللي هم راح يلعبون الساعة 10:30. أما في المباراة النهائية راح تكون للمحترفين اللي شارك فيها أكثر من 32 لاعب، وصل إلى المباراة النهائية اللاعب الأسطورة عبد الله المزيل اللاعب الكويتي، وراح يلعب مع اللاعب علي الرامزي. راح تكون هناك طبعا مباريات، هذه المباراة راح تكون مشوقة جدا لجميع الحضور. بدأوا الناس يتوافدون على الاتحاد والمدرجات قاعد تتعبى، والرعاة واتحاد الكويتي للسكواش كلهم موجودين، وراح يدير هذه المباريات اليوم نخبة من حكام الاتحاد الكويتي للسكواش. نتمنى ان الكل يستمتع في هذه المباريات. راح تكون كل المباريات هذه منقولة لايف على انستغرام الاتحاد الكويتي للسكواش، واللي يحب يتابع المباريات من البيت او من التلفون يقدر يتابعها مباشرة على انستغرام الاتحاد الكويتي للسكواش. اللاعبة عايشة رياض الحمد لاعبة سكواش، الحمد لله وصلت حق الفاينل وفزت في البطولة 3-0 على المصنفة الثانية. حابة أشكر المنظمين والقائمين على هذه البطولة، البطولة كانت وايد ناجحة ونتمنى مزيد من البطولات. وحابة صراحة أشكر كابتني كابتن تامر اللي وقف معي وطورني وايد، وحابة أشكر مدرب اللياقة المدنية إلي، وبعد هم دكتوري دكتور مهدي، هم الثلاثة هذول لهم كل الفضل باللي أنا وصلت فيه اليوم. والله المباراة النهائية بالعكس حلوة ومنافسة يعني كانت حلوة، والحمد لله قدرت أفوز 3-0. طبعاً إحنا ما نتمنى يعني البطولة بس سنوية، نبي أكثر من بطولة بالسنة. يعني ما شاء الله نشوف البادل كل شهر بطولة، فنتمنى تكون في رعاة وبطولات، يعني نقول ممكن كل شهرين كل ثلاثة أشهر تكون بطولة. بالعكس هذا الشيء يخلي اللاعبات يصير فيهم احتكاك أكثر ومنافسة أحلى. والله حاليا يعني قاعد أشارك بطولات داخلية، وإن شاء الله في المستقبل نشارك بطولات خارجية. بسم الله احمد الشامي، بلعب في النادي العربي للاسكواش. انا بدات سكواش من انا عندي 8 سنين، والحقيقه دي تاني مره اشترك بالبطوله، والبطوله تنظيمها رائع جدا، واشكر الاتحاد الكويتي للاسكواش على تنظيم هذه البطوله الرائعه، واستفدت جدا من المباريات. وطموحي ان شاء الله في الاسكواش اني اشترك في البطولات الجايه واحقق مراكز الاولى باذن الله، وطموحي برضو ان انا احقق مراكز عالميه واشترك في بطولات عالميه. وهدفي في الاسكواش ان شاء الله ان انا اشترك في بطولات كبيره، اشترك مثلا زي بريتش جونيور الاسكواش، واشترك طبعا في بطوله العالم للناشئين وافوز فيها، واكون بطله العالم في الاسكواش. عشان لعبه الاسكواش لعبه ممتعه جدا، ودي لعبه فرديه، فانا بفضل طبعا الالعاب الفرديه، مش بحب الالعاب الجماعيه.
وهي لعبة ممتعة. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. معاكم فيصل جسار لاعب سكواش. الحمد لله اليوم توفقت في البطولة والحمد لله حرزت المركز الأول في البطولة الرمضانية للسكواش. ما شاء الله هذه ثاني بطولة يسوونها، من أجمل البطولات اللي قاعدة تتسوى حاليا في لعبة السكواش. صراحة اللجنة المنظمة والرعاة وكذلك الحكام واتحاد سكواش واللاعبين، ما شاء الله في أكثر من 100 مشارك، 100 لاعب. كانت المباريات كلها حماسية وما شاء الله التشجيع كان قوي، وحضور حضور مشجعين بشكل كبير للمباراة النهائية. صراحة يعطيهم العافية، ويعطيكم العافية التلفزيون على المقابلة، شكرا جزيلا. والله هذه البطولة يعني الحمد لله يعني خلتنا ندخل بالفورمة، نرجع حق لعبة سكواش، نحاول نعطي اللي نقدر عليه، وإن شاء الله المرات الجاية نكون أدائنا أقوى، وإن شاء الله بإذن الله نحافظ على المركز الأول، وإن شاء الله بإذن الله يعني نخلي لعبة سكواش بشكل روتيني عشان نحافظ على صحتنا، وتدون الرياضة دائما مفيدة حق الجسم، وننصحكم بالمشاركة في هذه اللعبات. تعتبر هذه البطولة من البطولات الناجحة في لعبة السكواش، واتمنى ان كل سنة تقام هذه البطولة، وما شاء الله الاقبال كل سنة قاعد يصير اقوى، يعني ما شاء الله كل لاعبين المنتخب مشاركين في هذه البطولة، وهذا يدل على كفاءة البطولة ونجاحها. صراحة ندعو الجماهير للاستمتاع في البطولة هذه، صراحة الأجواء وايد حلوة خلال شهر رمضان، مشاركة مثل هذه البطولات، ونشكر اللجنة المنظمة مرة ثانية والمقيمين على نجاح هذه البطولة، وشكر خاص للحكام واللاعبين، يعطيكم العافية. أعزائي المشاهدين، وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا لحلقة اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا، على أن نلقاكم في حلقة قادمة، ومع السلامة.